باكلنج بنقول الف لبنج بيساوي اف لترة ترشنج. اف لترة ترشنج باكلنج ده عبارة عن قانون موجود في الكود، بيقول لك عبارة عن جزء اف لترة ترشنج باكلنج واحد زائد اف لترة ترشنج باكلنج اتنين، كل واحد تربيع وكلهم تحت الايه الجذر. تمام. طيب نبدأ بقى نقول ندخل بقى في حساب كل واحدة. بيقول لك الاف لترة ترشنج باكلنج واحد دوت بيساوي 800. طبعا كلها قوانين موجودة في الكود، مش مضطرين نحفظ حاجة. على ال LU مضروبة في الـ D موجودة مضروبة في الـ A في الـ CB. تمام. الكلام ده ال 800 الـ Area Flange اللي هي B Flange في D Flange، ال LU اللي هو ال LU Actual اللي انت جايبه من ظروف المسألة بتاعتك، مضروب مقسومة على الـ D أو اللي بنسميها سواء الـ D أو الـ H، هما نفس الـ A القيمة، مضروبة في الـ CB اللي هو 1.13 زي ما احنا شوفنا ايه في الجدول من شوية. طلعنا القيمة دي لازم تكون أقل من كام بقى؟ خلاص أقل من 58 100 اف. طالما حضر أصل اللاترال تورشنال باكلينج يبقى خلاص انسى بقى إن الإف لو بيساوي 64 ولازم الإف لو بيساوي كام؟ 58 100 اف أو أقل. خلاص. طيب الإف لاترال تورشنال باكلينج 2 ده بيعتمد على حاجة اسمها الإيه، الخواص الفلانج نفسها اللي هو ال يو على الأرضي اللي كنا بنسميها السلندرنس ريشيو. خلاص. بس خاص بالجزء الايه، الجزء اللي هو يلف خارج المستوى. طيب ال LU تمام زي ما احنا عارفين ال LU اكشوال. طب ايه ال RT؟ ال RT لو احنا خدنا جزء من الفلانج اهوت، او الجزء اللي هو يلف عايز يلف من القطاع، جزء من القطاع مش جزء من الفلانج. تمام. ادي الجزء اهوت بي فلانج في T فلانج. خلاص. والجزء اللي تحت بنسميه الايه ال H ويب على الست. خلاص. تبدأ تحسب للكلام ده اللي هو ال RT المودلس اوف جيريشن بتاع الجزء الصغير ده من القطاع. خلاص. ال RT عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال RY لانه عايز يلف حول المحور Y دوت، عايز يلف بره كده. خلاص. اللي هو بيساوي الجذر ايه بقى اللي هو radius of gyration، جذر ال I capital Y على ال N. خلاص. طيب ال I capital Y هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال T flange في البي فلانج تكعيب مقسومة على كام؟ مقسومة على 12. والاريا، الاريا بتاع اللي هو بتاع الجزء ده عبارة عن البي فلانج في التي فلانج زائد سدس الاتش ويب مضروبة في التي ويب. تحسب الكلام ده كله وتدخل بقى في الكود تقارن بشوية معادلات على اساسها تطلع الاف لاترال تورشنال باكلينج 2. تمام. قال لك لو ال LU اول حاجة، اول حالة لو كانت ال LU على ال RT اقل من 84 100 جذر ال CB على ال F yield، ففي الحالة دي ال F lateral torsional buckling 2 عبارة عن كام؟ 58 100 F yield. طيب لو كانت تاني حالة، لو كانت ال LU على ال RT اكبر من 84 في القيمة اللي فاتت جذر ال CB على ال F yield بس أقل من، طبعا هنا أكبر من أو يساوي أقل من أو يساوي 188 على جذر في جذر سي بي على اف فيل، يبقى في الحالة دي الاف لاترال تورشنال باكلينج 2 عبارة عن قانون موجود في الكود عندك 64 100 ناقص ال يو على ال RT اللي أنا حسبتها من شوية سكوير اف فيل على 1.176 10 تايمز 5 سي بي مضروبة في الاف فيلد. طبعا الكلام ده لازم يكون في النهاية، لما تحسب القانون ده كله لازم يكون كام؟ 58 100 اف فيلد. طيب تالت حالة لو كانت ال LU على ال RT اكبر من بقى الايه 188 على جذر السي بي على الاف فيلد. القوانين دي كلها موجودة في الكود نقدر نجيبها بدون اي حفظ. الاف لاترال تورشنال باكلينج 2 هتساوي 12000 ال LU على ال RT سكوير مضروبة في ال CB، ولازم في كل الأحوال لازم يكون ايه أقل من 58 100 اف يل. تمام. طلعت ال L لاترال تورشنال باكلينج 1، طلعت ال L لاترال تورشنال باكلينج 2، طبق في المعادلة بتاعتهم يبقى تلاقي ايه ال F lateral torsional buckling واللي هو يساوي الإجهاد المسموح بيه عموما في الكاميرات هنا، وفي النهاية لازم يكون أقل من كام؟ أقل من 58 100 اف.
الكلام ده موجود فين في الكود؟ طبعا الكود صفحة 19 بيقول لك الاف لاترال تورشنال باكلينج عبارة عن جذر اف لاترال تورشنال باكلينج واحد واف لاترال تورشنال باكلينج اتنين كلهم تربيع وكلهم تحت الجذر اقل ما كل من كام 58 100 اف جيل. تمام. طيب الاف لاترال تورشنال باكلينج واحد في صفحة 18 اهو الصفحة اللي قبلها بيقول لك ان الاف لاترال تورشنال باكلينج واحد و800 على ال يو في الدي على الاريا فلانج مضروبه في السي بي لازم يكون اقل من كام 58 100 والال لاترال تورشن الباكلنج 2 على حسب ال يو على الار تي زي ما اتكلمنا من شويه تحسبها الاول على حسب جزء من القطاع اللي عايز يلف اللي موجود عليه كومبريشن وتكون اقل من 84 جذر اف سي بي على اف يل خلاص و84 من لو كانت الحاله الثانيه اكبر من ال 84 مضروب جذر سي بي على الاف يل اقل من او بيساوي 188 تعوض في القانون عندك ده اللي هو معادله 2 2 25 او لو كانت اكبر من 188 تعوض في القانون او المعادله اللي هو 2 26 وطلع الاف لاترال تورشن بوكلنج 2 وتعوض في الايه في القانون العام اللي هو موجود في صفحه 19 يبقى في الحاله دي طلعت الايه الاف لاترال تورشن باكلينج او اللي هو عموما بقى يبقى هو الاجهاد المسموح بيه للكاميرا اللي انت بتصممها. طب ايه بقى الخطوات التصميم العادية اللي انا بمر بيها؟ فنقول له عشان تصمم كاميرا معدنية عليها احمال بتسبب لك مومنت وشير بس فنقول general steps to design a steel beam. اول حاجة عندك اللود معروف عندك من ظروف المسألة بتسمى الايه الستريننج اكشن اللي احنا قلنا دايما هنا عندنا المومنت في الحالة الخطوة اللي احنا نذكرها كمان شوية والشير عندك خلاص. بس عندك كاميرا عاديات خالص سيمبل سبورتد الديزاين بتاع اس خلاص او ال او واتيفر انت عايز تسميه على مثلا ديستريبيوتد لود على كونسنتريتد على موفابل لود. تمام. تبدأ تحسب المومنت بتاعها خلاص وتحسب الشير ودول السترينج اكشن اللي احنا عايزين ايه نتكلم عنهم في الجزئية الستبس دي. تمام. طيب تاني خطوة دي ايه يا جماعة؟ دي اللودز والستريننج اكشن. تاني خطوة بتعمل ايه؟ تشوز سريع كده تقول تشوز سيكشن تشوز السيكشن على الاساس اسيوم ان هو كومباكت سيكشن اسيوم كومباكت سيكشن. تمام. فهنا الكومباكت زي ما قلنا من شوية الاف الاول 64 من 100 اف يل. تمام. طب عايز اختار القطاع اختار القطاع على اساس المودلر سيكشن الاس اكس او الزد اكس بتقول اللي هو الام اكس اللي انت حسبته من شويه او المومنت اللي هو بيجي دايما حول المحور القوي اللي هو الاكس دايما في الكاميرات الايه الاي بيم اللي هي الرأسية دي خلاص مقسوم على الاف ال اللي انت حسبتها 64 اف يل. تمام. وطبعا ما تنساش اليونتس تحويلها مهم لازم تراعي اليونتس في الحسابات بتاعتك عشان ما ايه النتائج تطلع معاك صحيح. تمام. هتطلع الكلام ده طبعا معظم الجداول بتبقى بالسنتيمتر مكعب اللي احنا بنشتغل منها اللي هو الزد اكس تشوف القطاع اللي انت هتستخدمه تشوف قطاع قيمة الاس اكس بتاعتك او الزد اكس اكبر من القيمة اللي انت طلعتها دي على الاقل او يساويها او اكبر منها على الاقل. طيب يبقى انت بتطلع هنا تفرض القطاع كومباكت تطلع الاس اكس بتاع اللي هو السكشن مودرس. تمام. بتدخل التيبلز شوف شكل القطاع اللي تستخدمه طبعا القطاعات اللي هنا بال اي بي اي او الستاندرد اي بيم او البرود فلانج اي بيم وتشوف قطاع من القطاعات ديت اي نوع اي واحد منهم تطلع فيه قطاع قيمة الاس اكس او الزد اكس بتاعته تمام اكبر من او بتساوي الاس اكس ريكوير وتسمي القطاع ده تقول له مثلا تراي ايا كان القطاع مثلا رقمه كذا من حسب ايه الجدول. تمام. وتطلع من الجدول اللي تخلص القطاع بتاعه لما تخلص الجدول الايه تي فلانج البي فلانج التي ويب وايه الاتش ويب دي ممكن نحسبها اللي هي الاتش القطاع ناقص 2 تي فلانج. تمام. والاس اكس الايه الحقيقية بتاعته الاكشوال بتاعته او الزد اكس خلاص. ودايما يا جماعة نركز على ايه نحاول بس نركز مع بعض في اليونتس واحنا بنطلعها من الكتاب. تمام. طيب تالت حاجة بقى تبدأ تعمل التشيك على القطاع ده. اول حاجة في التشيك لازم تحدد الاف الاو اللي خاص بالمومنت خلاص او بالفليكشر هنا عشان تعمل تشيك على المومنت الاف الاو زي ما اول حاجة تعمل على اللوكال باكلينج تشيك على اللوكال باكلينج تقول الفلانج
الشيكات بتاعتها هنفتكرها مع بعض اهو سهلة، السي على التي فلانج خلاص. لازم لو كانت اقل من 16.9 اف يل كومباكت، لو كانت السي على التي فلانج اكبر من 16.9 او بس اقل من 23 على جذر اف يل يبقى ده ايه؟ نون كومباكت، نون كومباكت فلانج خلاص. وفي الاخر تقول دي ايه، كومباكت ولا نون كومباكت خلاص. طيب الويب نفس الكلام، اس دي ويب على دي ويب بعد ما طلعنا القطاع وطلعنا خلاص القطاع ببدأ أعمل عليه إيه اللي تشيك خلاص، اللي هي تالت خطوة اللي تشيكس بتاعتي خلاص. طبعا قبل ما أبدأ في التشيكس ببدأ أحدد الإف الأول أو نسميه الإف بي سي الخاصة دايما إيه بالفلكشر بتاعي خلاص. نعمل أول حاجة اللي تشيك على اللوكال باكلينج عشان يطلع القطاع اللي هو الكومباكت، نحدد إذا كان كومباكت أو نون كومباكت. طبعا لو كان كومباكت يبقى لازم كل من الفلانج واللوب بيطلعوا كومباكت، فالفلانج اللي هي سي على تي فلانج لازم تكون أقل من أو بتساوي 16.9 على جذر اف فيلد، ولازم لو كان دي الفلانج. طيب والويب بيقولوا الاتش ويب على التي ويب لازم يكون أقل من كام، 127 على جذر اف فيلد، يبقى ده ايه الويب. في الحالة هنا قطاع كومباكت. طب لو كان نون كومباكت يبقى السي على التي فلانش طبعا أكبر من 16.9 بس أقل من كام، 23 على جذر اف فيلد. والدي ويب على التي ويب أقل أكبر من 127 بس أقل من كام، 190 على جذر اف فيلد. الحالة دي قطاع كومباكت والقطاع هنا نون كومباكت خلاص. طبعا هنا الاف لو 64 اف فيلد، هنا الاف الاول كام، 58 اف فيلد. تمام طيب الخطوة اللي بعد كده بعمل تشيك على اللاترال تورشنال باكلينج. تمام بقول له ال يو اكشوال دي بجيبها من ظروف المسألة على حسب الكيس اوف ستادي بتاعتي، على حسب اللاترال تورشنال باكلينج اللي هو مثلا المحددات اللاترال سبورت بتاع الجزء اللي هيلف من القطاع، وقارنه بال اليو ماكسيموم اللي هو من معادلات الكود اللي كنا ذكرناها 1380 اريا فلانج على الاف فيلد في الدي، حيث دي ارتفاع القطاع مضروبة في السي بي، والسي بي ده من الجدول دايما بتكون 13 اليونيفورم لود او 20 بي فلانج على جذر اف فيلد. ناخد القيمة بتاعته دي تقول لي اليو ماكس، لو اليو اكشوال اكبر من اليو ماكسيمم في الحالة دي يبقى في لاترال تورشنال باكلينج، وابدا احسب الايه الاف لاترال تورشنال باكلينج عبارة عن جذر الاف لاترال تورشنال باكلينج واحد سكوير زائد الاف لاترال تورشنال باكلينج اتنين سكوير. تمام طبعا لو كانت اقل يبقى مفيش لاترال تورشنال باكلينج، يبقى الاول ايه نعتمد على اللوكال باكن سواء 864 فيلد او 58 فيلد. تمام في حالة ان لو حصل لترال تورشنال باكن دي هتدخل في المعادلات اللي كنا ذكرناها. تمام ودي طبعا زي ما قلنا في الكود شابتر الكود الكود صفحة 11 بعد ما حددت الاف الاول بين اللوكال باكلينج واللاترال باكلينج بحسب التشيك الاولاني تشيك على الفليكشر او البيندنج ستريسز. بيندنج ستريسز بقول له اذا انا بقول له ان الاف اكشوال او الاف بي سي الاكشوال بتاعتي عباره عن ايه بقى، عباره عن المومنت اللي جاي المحمل اللي حسبته في اول خطوه خالص مقسوم على الاس اكس بقى الاول الحقيقي اللي انا طلعته من الجدول الخاص بالقطاع طبعا ايه، ونراعي اليونتس. تمام ونقارن الكلام ده بالايه بالاف اللوبل او الاف بي سي اللوبل اللي انا طلعته من ايه من الخطوات اللي فاتت. تمام تاني خطوه في التشيكات تشيك على الشير ستريسز، بيقول لك ان الشير ستريسز كيو اكشوال الستريس الحقيقي عباره عن كيو كابيتال اللي هي فورس مقسومه على الاتش ويب
في التي ويب، ولازم القيمة دي تطلعها مثلا باليونتس، لازم تكون أقل من كام حرايب. موضوع اليونتس ده مهم جدا عشان نطلع النتائج صح. الكيو ال لو من هنا تساوي 35 من 100 اف ال، تمام. طيب تالت حاجة عندي، ودي حاجة مهمة جدا في الكاميرات، الديفليكشن. الديفليكشن مهم جدا في الكاميرات، بتقول ان الدلتا اكشوال او ساعات يسموها السيجما اكشوال خلاص، اي رمز تختاره اللي هو الديفليكشن او الترخيم الحقيقي ده، طبعا تحسبه من معادلات الايكويشنز الخاصة بظروف التحميل وظروف الكاميرا بتاعت الاستراكشر. طيب ده يتقارن لازم يكون اقل من كام؟ من الالاو. الالاو عبارة عن السبان على فاكتور معين، تمام. الفاكتور ده ندخل في كود صفحة، الكود صفحة 32، 132، ويقول لك مثلا لو الكاميرا كانت تحمل مثلا هي عليها دهانات او حاجات يعني مهمة جدا، او الديفليكشن، وده التشيك الاخير مهم جدا في الكاميرات انك تعمل تشيك على الديفليكشن، ترخيم الكاميرا قد ايه. تقول السيجما اكشوال الترخيم الحقيقي اللي حصل في الكاميرا، بتحسب من معادلات الاستراكشر بتاعها على حسب ظروف الكاميرا وظروف التحميل بتاعها، لازم يكون اقل من الالو. الالو عبارة عن السبان على قي فاكتور معين مثلا، او رقم ثابت هو كود بيديهولك صفحة 132. فقال لك مثلا لو هي كاميرات يعني مهمة جدا مش عايز يحصل فيها ترخيم، فتقسم هنا الفاكتور ده يساوي 300، هيكون الترخيم لازم الأول ليه يكون صغير جدا. لو كانت كاميرا مثلا يعني كاميرات عادية فيقول لك الاسبان على 200 يديك الألو. طب لو كانت مثلا كاميرا كانت ليبر ممكن يحصل فيها ترخيص برضه، كاميرا شوية يقول لك ده 180. طب لو كاميرا مهمة جدا على حرف كبير مثلا زي الكرين جردر اللي هنتعرض له قدام شوية، فيقول لك الفاكتور ده 800، معنى كده ان الايه 900 يبقى الالو صغير كده خلاص. وفي ده طبعا تشيك مهم جدا الديفليكشن لازم نبص عليه، لو ما كانش سيف بتغير قطع قمر الاكبر بحيث يجيب لك ايه الاول اصغر من الاكشوال اصغر من الالو بتاعه.